مساء الخير. طقس ربيعي دافئ عم بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حراره فوق معدلاتها الموسميه واللي رح تبلغ ذروتها بكره الاربعاء لتعود تنخفض اعتبارا من يوم الخميس، وبنرجع للطقس المتقلب والماطر للويك اند بسبب تاثير منخفض جوي قادم من اليونان. اذا هذا كان طقسنا بشكل عام، اما لبكره جونا قليل الغيوم بسحب مرتفعه مع ارتفاع كبير بدرجات الحراره واللي رح تتسجل على الشكل التالي. نبدا من الشمال، عكر عم بتسجل 24 درجه، طرابلس 27، العاصمة بيروت عم بتسجل 28 درجة، وصور 29 درجة. ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 28، اللقلوق 16، زحل 28، وجزين 25 درجة. نسبة رطوبة ساحلا منخفضة وبتوصل لل 65%. الريحة السطحية جنوبية غربية ناشطة وبتتراوح سرعتها بين 20 وبتوصل لل 40 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فما أجي. إذا شو هي الأجواء اللي بانتظارنا للأيام القادمة؟ للأربعاء جونا قليل الغيوم إجمالا مع ظهور طبقات للغبار بالأجواء خاصة بالمناطق الجنوبية، والريح بتكون ناشطة، أما درجات الحرارة فبترتفع لفوق معدلاتها الموسمية بسبب التيارات المدارية الدافية القادمة من شمال شرق أفريقيا لتسجل 29 درجة أقصاها ساحلا. للخميس رح نعود للطقس المتقلب بحيث ترتفع نسب الرطوبة وبتتدنى درجات الحرارة تدريجيا لل 24 درجة. للجمعة والسبت بتكون أجواءنا تحت تأثير منخفض جوي قادم من اليونان، لنرجع نشهد تساقط الأمطار والبرد والثلوج اعتبارا من 1700 متر، أما درجات الحرارة فبتنخفض ساحلا لتسجل 21 درجة لنهار الجمعة و19 درجة لنهار السبت. وصلنا إلى ختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، خليكم بالبيت وتصبحوا على ألف خير.